انا امارس سالم المانع، خلينا نقول خبيره في مجال الشعر وعلاجات الشعر. عندي دبلوم في مجال الشعر عامه. أول شيء كان مجال الشعر عندي كان حلم الطفولة، وشغف وحلم الطفولة أن أنا أسوي صالون وأن أنا يكون عندي هالمجال وكذي. وكبرت فيه، كبرت بهالشغف ومن هالأمور ذي كلها، ويعطني فترة صراحة وقفت. عقبها لهمتني رفيجتي أن أنا أرجع أشتغل في ذا المجال، ووقتها فكرت أن أنا بيدي أشتغل بالموضوع يعني. وفي نسبة كبيرة من الزباين يعرفون ويعرفوني ان انا كنت اسوي شعرهم من الكلام، حتى جات فترة ما يعرفون ان انا قطرية، ان انا امسك الشعر، لان معروف ان مجال الشعر عندنا اكثر شيء في المكياج. فيوم شوي شوي كبرت وبديت والوالدة قالت لي افتح الصالون، وخلاص وجات فكرة الصالون فتحت فيها الصالون. بديتها في 2010 في البيت، في سكشن عندي في البيت أنا أشتغل فيه. بداية كانت كرسي ومنبرة، يعني كنت أنا اللي أشتغل وأنا اللي أسوي كل شيء. بعدها صرت هوم سيرفيس، بعدها كان الصالون، يعني صار الصالون. بس في 2012 أنا حبيت أن أتعمق في الشعر أكثر، فأخذت الدبلوم، رحت ودرست الدبلوم وأخذته بنفسي وكل شيء. أيوة، وعقبها سويت الصالون وتوسعت وتشعت. هو كان تخصص صالون يعني من الدرجة الأولى علاجات في مجال الشعر، علاجات الشعر، مشاكل الشعر، أمور الشعر كلها عامة. وفيه هو القسم الثاني اللي هو تجميل، اللي هو الأظافر وشي، بس المكياج مش موجود عندي. أي بس يعني هذا تخصص الصالون أكثر شيء. اليوم لو نحكي أكثر على قسم العلاجات، إيش يعني علاج مشاكل الشعر اللي هو التساقط ولا الإنبات ولا التطويل ولا إعادة إحياء، أو وايد في مشاكل الشعر وكذا. يعني وقسم التجميل إيش بدك؟ تجميل أكثر شيء عندي هني حالياً الأظافر، وفي إن شاء الله تطورات جاية في الطريق. يعني وبالنسبة للتجميل في الشعر يعني القصات الصبغات في صبغات وقصات ومن هالأمور ذي كلها، وكلنا لا كل شيء لا علاجه. أيوة. يميز الصالون اللي هو الوصفات والتركيبات اللي احنا نسويها في علاجات الشعر، والبراندات اللي اجيبها واوفرها، لانه مو اي شيء اجيبه يعني. في اشياء انا ادخل في تفاصيلها، اي انا ادخل في تفاصيلها واطالع اذا هذه زين مش زين، يناسب الشعر ما يناسب الشعر، مضر نافع، فاوفرها. المستقبل القريب ان شاء الله في اشياء جديده بفتحها واتوسع فيها ان شاء الله. مجالات ثانيه. ايوه والمجالات، اي في المجالات الثانيه، وفي مجال العلاجات ان شاء الله في تطوير وتطوير يعني جاي في الطريق ان شاء الله باذن الله. الفريق العمل اللي انا اختاره يعتمد على خبرته، يعني كم سنه في المجال وشنو شغله وشنو يتميز فيه، وعلى اساسه انا امشي معه. وغير كذي انا اساسا ماخذ الستاف اللي عندي كلهم، كلنا عائله واحده يعني، حتى انا قاعد اشتغل معاهم يعني. في زباين يشوفوني اشتغل على شعرهم واسوي واساعد الستاف عندي، والستاف ما شاء الله عندي كله خبره يعني، ما حطيت حد ما شاء الله. ايوه الا فعلا. اي أول شيء من الدرجة الأولى أمي وأبوي، لأنهم كانوا الداعم الأساسي. بعدها أهلي وإخواني وأختي الجندي الخفي. أشكر رفيجتي صديقة دربي وصديقة الطفولة، خلنا نقول إيمان الشيب، هي اللي ألهمتني في هالطريق إن أنا أمسكه وأمشي فيه. وأشكر بعد موظفاتي اللي ما قصروا، وهم بعد كانوا يرفعون لي.